سيدات والسادة، حملت اسم هيئة كهرباء مياه دبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفتخر بالإعلان عن النتائج الاستثنائية التي حققتها هيئة كهرباء مياه دبي على كافة الأصعدة المالية والفنية والتشغيلية في عام 2022، والتي شملت مؤشرات الأداء لخطة العمل والاستراتيجية، حيث كانت جميع نتائج مؤشرات الأداء الأفضل في تاريخ الهيئة. وتقديراً لهذه الإنجازات، حصلنا على العديد من الجوائز العالمية والإقليمية على مدار العام. أود أن أشكر جميع المستثمرين على ثقتهم بالهيئة وكافة المعنيين بما فيهم موظفينا على جهودهم المثمرة والمتواصلة في تحقيق هذه النتائج المتميزة. وأخيراً نتطلع إلى أداء قوي ونتائج متميزة لعام 2023. شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.